غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو سلام ونعمة سلام نيافة الأنبا بطرس بارك في حياتك لعلك بخير يا فندم. أنا حضرتك أبو مريم من أمريكا وكنا عاوزين ناخد بركة يعني ونكلم حضرتك يعني. لا الموضوع بسيط يعني كان عندي بس استفسار بسيط. الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل ما نسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فكان عندي سؤال بسيط. الكتاب يا فندم مش شرط تعرفني. انت عامل لي عامل لك ايه يا فندم؟ ايوه يا فندم انا بكلم حضرتك. ايوه انا بكلم حضرتك من السكايب يا فندم. هذا ليس الموضوع يا حضره الانبا. الموضوع مش انت تعرفني. انت مستعد للكرازه ولا غير مستعد؟ انت بتهرب كده. اتفضل شفت اطلب تاني. تعالى تاني. ده قريب شنودة يا اخوة. تقريبا ابن اخت شنودة. الانبا بطرس. هنجيب لك الدليل. هجيب له التفصيل. الانسان الذي يطلب في الجلال وفي محبة الدنيا يضع امامه سنين عديدة في حياته. اما الانسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع امام الموت باستمرار والديون باستمرار. الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا بأننا سنقف أمام منبر الله العادل. هرب. الآن أنا عاوز بس كل واحد ماسك كده يسمع خاصة الأقباط لأن النهاردة الاتصالات كده على الأقباط النهاردة. عاوز كده يسمع. شوف شوف هروب الكهنة بتاعه. ويا ريت كهنة. ده أكبر الرؤوس المسيحية في الكنيسة الأرثوذكسية من البابا للبواب. كتاب المقدس بيقول إيه؟ بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع خوف. الترجمة اليسوعية بيقولوا إيه؟ كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الغداء. كتاب واضح. كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل على ما أنتم عليه من الرجاء. تفسير النص ده الخمس داود لمعي في مؤتمر شباب شتاء 2009 قدام إعداد السنوي اسقفيت الشباب بيقول إيه؟ بيقرأ هذه النصوص يقول أنت كخادم أو كمسيحي جاهز ترد في أي وقت على أي سؤال. التفسير بتاعه إيه؟ أنت كخادم أو كمسيحي جاهز ترد على أي شخص في أي وقت في أي سؤال. طبعا هو طبعا الكلام ده قاله للأطفال اللي في إعداد الثانوي. أنا اتصلت بيه هرب. ياريت تنزل الصلاة. ما اتصلت بيه أنا هرب هو برضه. يعني هو بيشرح لهم أنا اتصلت بيه هرب كمان. التفسير التطبيقي عامله أكبر علماء اللاهوت في العالم. فبيقول إيه بيفسر هذا النص؟ كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. يعتقد بعض المسيحيين إن من أمر شخصي ينبغي أن يحتفظ به الإنسان لنفسه. حقا علينا ألا نكون مشاكسين أو مرتفع الصوت عندما نشارك الآخرين في اختباراتنا، لكن ينبغي أن نكون مستعدين دائما أن نجاوب برقة ووداع وأدب واحترام كل من يسألنا عن إيماننا وأسلوب حياتنا أو مفهومنا المسيحي. لكن ينبغي أن نكون مستعدين دائما أن نجاوب برقة ووداع وأدب واحترام كل من يسألنا عن إيماننا وأسلوب حياتنا أو مفهومنا المسيحي. وبعدين بيقولي سؤال، فهل رجاء في المسيح واضح من الجميع؟ هل أنت مستعد أن تخبر آخرين عن عمل المسيح في حياتك؟ لا بيهربوا. الكتاب المقدس بيقول إيه؟ اكرز بالكلمة
أقف على ذلك في كل وقت، ما فيش وقت مناسب وغير مناسب، أي وقت. تفسير هذا النص بيتكلم عليه تدرس يعقوب ملطي، ومش وضع تفسير هو شخصيا، هو وضع تفسير مين؟ أعتقد يوحنا ذهبي الفم. خلينا نسمع ماذا يقول. بيقول، يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، ماذا يعني في وقت مناسب وغير مناسب؟ يعني لا يوجد وقت محدد، إنما يكون كل وقت هو وقت. تكرر ليس فقط في وقت السلام والأمان بس جلوسك في الكنيسة، إنما حينما تكون في خطر أو سجن أو في سلاسل أو أنت ذاهب أيضا إلى الموت، عشان تعرفوا مدى الذل والعار في الكنيسة خاصة الأرثوذكسية والهروب. طبعا الكلام ده على جميع الطوائف، بس النهاردة كان اتصال على الكنيسة العطية الأرثوذكسية. الآن من أقوى تفسيرات على الإطلاق تفسير مين؟ الدكتور ويليام باركلي اللي هو كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه رجاء. بقول إيه؟ إنه من مآسي الزمن الذي نعيش فيه إنه يوجد العدد كبير من أعضاء الكنائس الذين لو سئلوا عما يعتقدون لما استطاعوا الإجابة بشيء، ولو سئلوا لماذا يعتقدون بما يعتقدون لأصبحوا عاجزين عن الرد. تفضل عدد. وبعدين بيقول إن المسيح يجب أن يعمل الفكر فيما يعتقد حتى يستطيع مجاوب كل من يسأله عما يعتقد وعن سبب اعتقاده، عشان تعرفوا إفلاس المسيحيين بجميع الطوائف مش الكنيسة الأرثوذكسية فقط. طيب كان معانا لواء مباشرة الآن الأنبا بطرس الأسقف العام القاهرة مصر. الأنبا بطرس الأسقف العام، شوف اللي بنتصل بهم النهاردة، شوف أهميتهم النهاردة اللي بنتصل بهم اليوم. الأنبا بطرس الأسقف العام القاهرة مصر، تاريخ الرهبنة 17 أكتوبر 75، من أبناء دير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية البحر الأحمر مصر. أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص بشوي الأنبا بولا. تاريخ الرسامة أسقفا 10 يونيو 79، الأسقفية 2 يونيو 85، المنصب أسقف عام القاهرة مصر، الإبرشية القاهرة، المقر القاهرة، المحافظة المدينة محافظة القاهرة مصر، المدن التابعة لها القاهرة، رسم بيد البطريرك شنودة. اللجان: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، لجنة الرعاية والخدمة، لجنة العلاقات الكنائسية. الأنبا بطرس الأسقف العام القاهرة مصر، ده اللي كان معانا الآن. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الله أكبر، تكبير كل قلب مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.